مساء الفل يا دكاترة، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم أخوكم معاذ رأفت. إن شاء الله النهاردة هنشرح شابتر جديد اسمه شابتر الإنفلاميشن، وده من أهم الشباتر إن شاء الله اللي هتاخدوها في الموديول ده. ومبدئيا كده مفيش موديول من الموديولات الجاية بيخلو من حاجة اسمها إنفلاميشن، لازم. فأنتوا لو هتطلعوا من الموديول من الباثولوجي في الموديول ده بحاجة، هتطلعوا بحاجتين من أهم حاجتين في الموديول ده، إنفلاميشن وتيومر. اللي انتوا هتاخدوه التيومر اللي هتاخدوه في اخر شابتر ان شاء الله. فالانفلاميشن ده من اهم الشباتر اللي عندك في الموديول ده، فلازم ان شاء الله تركز فيه جدا، وتركز على الفهم بالذات فيه جدا. تمام، نبدأ كده ان شاء الله. طيب، احنا هنعمل ايه في المحاضرة دي او في الفيديو ده ان شاء الله؟ الاوبجكتيف بتاعتنا هنشرح اول حاجه الديفينيشن بتاع الانفلاميشن، يعني ايه انفلاميشن، وهنشرح هناخد جزء الاكيوت انفلاميشن ان شاء الله، الديفينيشن بتاع الاكيوت انفلاميشن واللوكال والجنرال تشينجز بتاع الاكيوت انفلاميشن، واخر حاجه الفيت بتاع او مصير الاكيوت انفلاميشن ان شاء الله. طيب بسم الله نبدا. اول حاجه قبل ما نمسك الكتاب، عايزكم تفهموا بس اوفر فيو كده عن يعني ايه اكيوت انفلاميشن، يعني ايه انفلاميشن عامه. يعني باختصار كده، احنا عندنا النسيج بتاعك او تيشو بتاعك، اي تيشو في الجسم حصل فيه مشكله. المشكله دي عباره عن حاجتين، اي حاجه من الحاجتين دي، يا اما انفكشن حصل فيه فيروس بكتيريا اي حاجه، يا اما في خلايا ميته عايزه تتنظف، فبيحصل بروسيس او عمليه اسمها انفلاميشن. انفلاميشن ده باختصار ان خلايا الدفاعيه بتاعت جسمك، ايه هي الخلايا الدفاعيه؟ خلايا الدم البيضاء اللي ماشيه في الدم هنا، هتطلع من البلاد فيزلز بتاعتك، هتروح للنسيج بتاعك، هتصلح المشكله في النسيج بتاعك ده، وهنرمي ده كله في مواسير الصرف بتاعت جسمك اللي هي ايه؟ الليمف. تمام، اللي هي الليمف، هو ده الانفلاميشن. ده باختصار جدا وبأبسط عبارة ده معنى الانفلاميشن، خلايا من هنا هتطلع تصلح مشكلة في النسيج، وهنرمي ده كله في الليمف في الاخر. تمام كده، احنا خدنا اوفر فيو. تعالى بقى نخش في الانفلاميشن. الديفينيشن اول حاجة هو رياكشن، هو رياكشن او عملية، بروسيس او رياكشن. فاسكولار طبعا، فاسكولار لان البلود فيزلز مشترك معانا في الموضوع. سيلولار طبعا، لان السيلز بتاعت خلايا الدم البيضاء هي الاساس في الانفلاميشن. الليمفاتيك طبعا، لان الليمف هو مصير الصرف بتاعتنا اللي احنا بنرمي فيها كل حاجه بعد العمليه ان شاء الله. تمام، فطبعا ليمفاتيك. بتاع الليفنج تيشو اجينست ذا اريتنت، الاريتنت اللي هو ايه؟ قلنا يمكن يبقى انفكشن ويمكن يبقى خلايا ميته. فاحنا عايزين نوصل لايه؟ ايه الايم بتاعنا؟ ان احنا نعمل لوكاليزيشن للايريتانت ده، نخليه في مكان واحد، نحدد مكان لوكاليزيشن، وان احنا ندستروي ات، وان احنا نجهز للبروسيس اللي هو الريبير، باختصار كده احنا عايزين نعمل لوكاليزيشن نخلي الايريتانت ده في مكان واحد، وننظف المكان ونقتله، وبعدين ننظف المكان عشان نجهز للريبير. تمام كده، ده باختصار جدا. تمام يا دكاترة، تمام. بيقول لك هنا عايز اسم الانفلاميشن في اي اورجان، هو اسمه باللاتيني بعديها السافكس ايتس. زي ايه؟ زي مثلا اللوز بتاعتك اسمها تونسلز، التونسلز عايز تقول التهاب اللوز او الانفلاميشن في اللوز، هتقول تونسلايتس. الابندكس بتاعتك، الابندكس اللي هي الزايده يا دكاتره، الزايده، لو عايز تقول التهاب في الزايده هتقول ابندسايتس. تمام، وعلى هكذا، على هذا المنوال بقى لكل الاورجنز، مثلا كولون كولايتس وهكذا. تمام، نخش بقى في انواع الانفلاميشن. انواع الانفلاميشن عندك اكيوت انفلاميشن او التهاب حاد، كرونيك انفلاميشن وده التهاب مزمن، ودول اللي هناخده، وفي عندك سب اكيوت بين الاثنين. تمام يا دكاترة، تمام. نيجي بقى نخش في الموضوع بتاعنا اللي هو الاكيوت انفلاميشن. اكيوت انفلاميشن باختصار كده انا عايزكم تعرفوا في
ثلاث كلمات، هو نوع من انواع الانفلاميشن ده معروف، لكن هو الارتنت بتاعه اللي بيسببه مودريت او سيفير. مودريت او سيفير يعني ايه؟ مودريت يعني الشده بتاعته متوسطه او شديده او سيفير. دي اول كلمه عندنا. تاني كلمه ان هو شورت ديوريشن، مدته قصيره، ما بتقعدش بالشهور والسنين زي المرض المزمن. انت عندك التهاب مزمن بيقعد معاك شهور وسنين، لكن ده لا، ده بيخلص كتير بكتير، احيانا بيفضل يومين ثلاثه، احيانا بيفضل شهر ولا حاجه، حاجه مده قليله جدا. وتالت حاجه رابت تيشو ريسبونس، النسيج بتاعك بيرد على الانفلاميشن ده بسرعه، فهتلاقي الخلايا المناعيه بتيجي بسرعه وتخلص المشكله دي وتنظف وتروع. فهو دي اهم ثلاث كلمات في الاكيوت انفلاميشن، هو مودريت او سيفير، ان هو شورت ديوريشن، ان في رابيد ريسبونس حصل من التيشو بتاعك. تمام يا دكاتره؟ ده باختصار كده. نيجي للميكانيزم بتاع الموضوع، ميكانيزم بتاع الاكيوت انفلاميشن. انت عندك ايريتنت موجود او ايريتنت او انفكشن موجود في النسيج بتاعك، فاكيد هيحصل تشينجز، اكيد هيحصل تغيرات في المكان ده لوكالي، وهيحصل تغيرات في جسمك كله. اللي هيحصل لوكالي ايه؟ هيحصل لوكالي حاجه اسمها لوكال تيشو ديستراكشن، وهنشرح يا دكاتره كل ده بعد شويه، ما تقلقوش يعني. لوكال تيشو ديستراكشن، التيشو بتاعتك هيحصل فيها ديستراكشن، هيحصل فيها هيتكسر، هيتكسر، هيحصل فيها ديستراكشن. لوكال فاسكولار فينومينا، الفيزلز بتاعتك هيحصل فيها تغيرات، هنشرحها بعد شويه. واخر حاجه هيحصل تغيرات في التيشو بتاعتك او رياكشنز في التيشو بتاعتك، هنشرحها برضو بعد شويه. جنرال برضه هنقولها بعد شويه، بس نقدر نقولها دلوقتي. هيحصل يعني جسمك كله هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيفر، حمى طبعا، هيحصل مثلا فقدان شهيه، لوس اوف ابيتايت، الليفر بتاعتك هتطلع بروتينز عشان تساعد في الانفلاميشن دي، هيحصل زياده في حجم الليمف نود، الليمف نود اللي هي احنا عندك الليمف داكتس اللي هتاخد البقايا الانفلاميشن دي بتروح على الليمف نود، فبيحصل فيها هايبر بليزيا او هايبر بليجيا، وهنعرف ليه بعد شويه. هيحصل تغيرات في الاورجنز، في بعض الاورجنز. تمام، احنا قلنا احنا بنقول الموضوع جنرالي كده، بعدين هنخش في تفاصيل ان شاء الله. تمام، فنبدا بقى في اللوكال تشينجز ان شاء الله. اول حاجه لوكال تيشو ديستراكشن، احنا قلنا اكيد التيشو بتاعك هيحصل فيه ديستراكشن. ليه؟ لان في انجرس ايجنت، انجرس ايجنت اللي هي ايه؟ البكتيريا او الفيروس الموجوده في مكان الانفلاميشن ده عمل انجري للمكان، فهيحصل فيه ديستراكشن، هيحصل فيه تكسير. وطبعا انفلاماتوري ميديتورز، ميديتورز يعني ايه انفلاماتوري ميديتورز؟ دي باختصار كده مواد كيميائيه بتفرز في مكان الانفلاميشن، بتساعد في الانفلاميشن بس برضه بتعمل لك لوكال تيشو ديستراكشن. تمام، ده باختصار كده اللوكال تيشو ديستراكشن. اللوكال فاسكولار فينومينا اللي هي الفيزلز هيحصل فيها تغيرات. نقول التغيرات دي بريفلي كده، اول حاجه اللي هي هيحصل فازو كونستريكشن، بعديها فازو دايلاتيشن، بعديها هيحصل سلوينج للبلاد فلو او حاجه اسمها ستيزيس، او وبعد كده اخر حاجه هيحصل الفلويد اكسوديت او الانفلاماتوري اكسوديت عامه، يعني اللي من ضمنها الفلويد والسيلولر اكسوديت. تمام، ده هنشرح كل ده بالتفصيل ان شاء الله. تمام، نخش في اول حاجه اللي هو الفازو كونستريكشن، او حاجه اسمها ترانزينت فازو كونستريكشن، عشان ما تقعدش كتير، شويه ثواني كده. اول ما يحصل انفلاميشن البلاد فيزلز بتحاول تحمي نفسها، فهتضيق كده، هتضيق، اليومن بتاعها هيضيق، شايفين الصوره هنا؟ فهيحصل حاجات، ده اسمه فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن ليه؟ لان دي حاجه اسمها بروتكتيف بروسيس، دي عمليه حمايه كده للبلاد فيزلز بتاعها، بيحصل فيها فازو كونستريكشن. ده ريفلكس كده، نيرفس ريفلكس، بيقفل البلاد فيزلز كده، او بيعمل كونستريكشن لليومن بتاعه. تمام يا دكاتره؟ وده بيقعد فيو سكندز بس. تمام، هيتبعه بعد كده حاجه اسمها فازو دايلاتيشن اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، ان بعد ما يضيق قوي هيروح واسع قوي، هيروح اليومن بتاعه هيوسع قوي. تمام اهو، وانتوا لو شفتوا قبل كده اي حد عنده التهاب، شايفين زي وش الست دي والبيشنت ده، يعني هتلاقي في احمرار جامد، والمكان ده هتلاقي طالع منه سخونه كده، تحس ان هو سخن. ليه؟
ده بسبب الفازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن الاوعيه الدمويه واسعه، فكميه الدم اللي بيجري فيها كتير، فهتلاقيها الحته دي حمراء قوي، في احمرار وفي حراره في المكان ده. تمام يا دكاتره؟ ليه بيحصل فازو دايلاتيشن؟ بيقول لك بيحصل بسبب حاجتين، بسبب لوكال اكسون ريفلكس. يعني ايه لوكال اكسون ريفلكس؟ ان في ده رد عصبي او رد فعل عصبي على الفازو كونستريكشن. انت عندك الفيزيتس اول ما حصل لها فازو كونستريكشن، مجرد ما يحصل لها فازو كونستريكشن بيحصل ريفلكس عصبي كده بيرجعها توسع تاني، بيرجع اليومن يوسع تاني والبلاد فيزلز توسع تاني، فده لوكال اكسون ريفلكس. تاني حاجه اسمها كيميكال ميديتورز. احنا قلنا كيميكال ميديتورز هي مواد كيميائيه بتفرز في مكان الانفلاميشن، بتساعد في الفازو دايلاتيشن. واهم كيميكال ميديتور عندنا بيساعد في الفازو دايلاتيشن اسمه الهيستامين، اسمه الهيستامين. تمام يا دكاتره؟ تمام. واللي فاتت فازو كونستريكشن كان فيو سكندز، لا ده هيقعد لك لحد اخر الانفلاميشن ان شاء الله، لحد اخر الانفلاميشن. تمام. نيجي بقى لتالت حاجة عندنا اللي هي slowing of blood flow أو ما يسمى بالستيزز. تمام يا دكاترة؟ احنا دلوقتي عايزين نطلع الخلايا من البلاد فيزل هنا، عايزين نطلعها بره. فهل ينفع نطلعها ومجرى الدم سريع جدا؟ طبعا انتوا عارفين ان الدم بيمشي في الأوعية الدموية بسرعة رهيبة، فاحنا هن هن هنقدر نطلع الخلايا والدم سريع كده؟ لا، احنا لازم نخلي الدم سرعته تقل شويه، او نهدي سرعه، او نعمل حاجه اسمها slowing of blood flow، نهدي الفلو بتاع الدم شويه. تمام؟ ازاي هنهدي الفلو بتاع الدم؟ مبدئيا كده الاندوثيليال ده هيحصل له swallowing، هيكبر كده، هينتفخ، فالخلايا في الدم لما يجي يعدي من هنا هيخبط فيه، فسرعته هتقل. شايفين يا دكاترة؟ ده أول ميكانيزم عندك، إن هيحصل swelling of endothelial cells. swelling عفوا swelling of endothelial cells، endothelial cells اللي بتغطي ال blood vessels هيحصل لها swelling بحيث إنها توقف أو تحاول تقلل سرعة الدم. تاني حاجة، حاجة اسمها vaso dilatation بتاع الكابيلري، احنا قلنا بتاع الكابيلري لما يحصل لها فازو دايليتيشن، فالكابيلري دي بتوسع زي ما انتم شايفين هنا، وسعت، كانت ضيقه بعدين وسعت. فالكابيلري دي والدم ماشي اهو، الدم ماشي من هنا لهنا ماشي كده، هنا كان مساحه صغيره ماشيه فيها صح، هنا كان في مساحه صغيره قوي ماشي فيها الدم، لكن هنا دي طبعا انتوا عارفينها، انتوا خدتوها في تانية ثانوي، اسمها قاعدة الاستمرارية، حاجة في الفيزياء كده، مش مهم تفتكرها يعني، بس المهم عايزك تركز معايا هنا، ان الدم كان ماشي في مساحة صغيرة، فجأة لقى المساحة اللي قدامه كبيرة، فسرعته كده كده هتقل. انتوا فاهمين؟ فهنا دي مساحة صغيرة فسرعة الدم كبيرة، لكن دي مساحة كبيرة فسرعته هتبدأ تقل شوية. فالفازو دايلاتيشن من أهم الأسباب اللي هتخلي الدم سرعته تقل شويه. تمام يا دكاتره؟ تالت حاجه عندنا الفيزيكوسيتي. الفيزيكوسيتي اللي هو اللزوجه او الكثافه بتاع الدم. ليه اللزوجه او الكثافه بتاع الدم؟ احنا قلنا هدفنا ان احنا نطلع اكسوديت، فالاكسوديت دي هتطلع، الاكسوديت ده عباره عن بلازما او ميه، باختصار كده ميه هتطلع من البلاد فيزلز. احنا عارفين ان البلاد فيزلز عباره عن ميه وخلايا، فلما الميه تطلع كثافه الخلايا هتزيد، لما كثافه الخلايا تزيد هتزيد لزوجتها، فاللزوجه دي هتخلي سرعه الدم تقل شويه في البلاد فيزلز. تمام يا دكاتره؟ نقول من الاول ان الاندوثيليال هيحصل له سويلنج، اندوثيليال هيحصل له سويلنج، سويلنج اهو، فهيقلل سرعه الدم. تاني حاجه الفازو دايلاتيشن ده هتخلي مساحة كبيرة الدم ماشي فيها فسرعته هتقل. رابع حاجة واخر حاجة ان الفلويد اكسوديت او المية اللي خارجة دي هتزود كثافة الخلايا هنا فهتقلل سرعتها. تمام يا دكاترة؟ اتمنى يكون الموضوع واضح. اسف.
تمام. نيجي هنا للفلويد اكسوديت بقى اللي هو اخر حاجه عندنا. الفلويد اكسوديت في منه فلويد اكسوديت ميه بتطلع او فلويد بمعنى اصح، وتاني حاجه اسمها السيلولر، سيلولر اكسوديت هنطلع السيلز. مين اللي بيطلع الاول؟ بيطلع الاول الفلويد. تمام يا دكاتره، هنطلع ميه وبعدين هنطلع السيل اللي هتعمل الاكشن بقى، اللي هتعمل الانفلاميشن. تمام يا دكاتره. نيجي بقى لتكوين الفلويد اكسوديت ده. الاكسوديت ده هيتكون ازاي؟ ليه هنخلي او ايه اللي هيجبر الفلويد يطلع من البلاد فيزلز هنا يطلع بره؟ ايه اللي هيخليه يطلع بره؟ قال لك مبدئيا كده اللي هيخليه يطلع بره الجبس او الفجوات بين الخلايا اللي بتبطن البلاد فيزلز، هي اسمها اندوثيليال سيلز. الفجوات دي هتزود البرميابيليتي، او عفوا اول حاجه اللي هي بنزود البرميابيليتي بتاع الكابيلاريز، بنزود البرميابيليتي بتاع الكابيلاريز، اسف، بتزود البرميابيليتي بتاع الكابيلاريز ازاي؟ ان احنا هنكون جابس بين الاندوثيليا سيلز. هنكون ايه؟ جابس. تمام، معلش يا جاثر، نقول من الاول، نقول ان احنا عايزين نخلي الفلويد يطلع من الفيزلز لمكان الانفلاميشن، فهن اول حاجه هنعملها هنزود البرميابيليتي بتاع الكابيلاريز. تمام، ازاي هنعمل ده؟ هنعمله باربع حاجات. اول حاجه هنعمل فجوات بين الاندوثيليال سيلز، فجوات بين الاندوثيليال سيلز بحاجه اسمها الكيميكال ميديتورز. احنا قلنا الكيميكال ميديتورز وشرحناها السلايدات اللي فاتت، كمان المواد بتطلع بسبب في الانفلاميشن، فالمواد دي بتعمل فجوات بين الاندوثيليال بحيث ثانيه الدم او الفلويد يقدر يطلع من هنا، يقدر يطلع لبره. تمام يا دكاتره، تمام. اهي فجوات، شايفين الفجوات هنا اهي، دي اللي بتزود البرميابيليتي، وبالتالي هتساعد في تكوين الفلويد اكسوديت. تاني حاجه الكوزيتيف ايجنت، البكتيريا اللي بره قاعده تكسر في الخلايا دي، شايفين في بكتيريا بره، في بروسيس بره، او في بكتيريا وفي فيروس بره، اكيد هيضرب الخلايا دي يكسرها، فبالتالي هتساعد في ان الفلويد يطلع من هنا لبره. دي تاني حاجه. تالت حاجه ان هو ثانيه ان الليكوسايتس اللي ماشيه في البلاد فيزلز هتعمل انجري للاندوثيليا سيلز. احنا عندنا هنا في ليكوسايتس او خلايا دم بيضاء ماشيه هنا، فبتضرب وهي ماشيه بتخبط في الاندوثيليا سيلز دي، تقعد تخبط فيها تخبط فيها لحد ما تكسرها، وبالتالي هتزود البرميابيليتي والخلايا والفلويد هيقدر يطلع بره البلاد فيزلز. واخر حاجه بقى اللي هي ان الكابيلاري دي هتضعف قوي واحتمال تتكسر، وبالتالي الجسم هيعمل ايه؟ هيكون كابيلاري جديده. هو اي نعم هيكون كابيلاري جديده، بس الكابيلاري الجديده دي هتبقى ضعيفه، وبالتالي الاندوثيليال بتاعها هيعدي حاجات كتير، فهيبقى النفاذيه بتاعت الاندوثيليال بتاعها ضعيف، النفاذيه هتعدي كل حاجه. هو الليكي نيولي فورمت كابيلز، فورمت كابيلز نيولي فورمت كابيلز هتبقى ليكي يعني النفاذيه بتاعتها بتعدي اي حاجه، فالفلويد من خلالها هيعدي بسهوله. تمام ده كده هنقولهم من اول، بنزود الكابيلاري بيرميابيليتي من خلال اندوثيليال جابس، وبسبب الكوزيتيف ايجنت عادي يضرب في الاندوثيليال سيل، وبسبب ان الليكوسايتس وهي ماشيه بتخبط في الاندوثيليال سيلز فبتكسرها، فبالتالي بتزود البرميابيليتي. واخر حاجه النيو كابيلاريز اللي بتتصنع النفاذيه بتاعتها كبيره. نيجي لتاني حاجه، تاني حاجه ان الهيدروستاتيك بريشر عالي في الكابيلاريز. يعني ايه الهيدروستاتيك بريشر عالي؟ يعني هنا عارفين ان هنا في ضغط عالي قوي في الكابيلاري، ضغط الدم طبعا، ضغط عالي في الكابيلاريز، وهنا في ضغط منخفض. فاحنا عارفين في الثانوي ان الفلويد بيعدي من الضغط العالي للضغط المنخفض بكل سهوله كده، فده ملخص الهيدروستاتيك بريشر.
تمام. تاني حاجه هيدروستاتيك بريشر خلصناها. تالت حاجه اسمها انكريز اوزموتيك بريشر. باختصار كده ان احنا عندنا في الحته دي بكتيريا، صح؟ عندنا بكتيريا في هنا في التيشو، وعندنا بروتين، حته بروتين كبيره كده في التيشو. البكتيريا دي هتقعد تكسر في البروتين الكبيره دي، هتكسرها، هتكون بروتينات صغيره، بروتينات صغيره، فهتزود البروتينات هنا، البروتينات هتزيد، صح؟ البروتينات دي عندها خاصيه، خاصيه ايه؟ ان هي بتسحب الميه عليها، ان هي ايه؟ بتسحب الميه، دي اسمها اوزموتيك بريشر، تمام؟ باختصار كده اهو. نرجع تاني، بيقول لك increase the osmotic pressure of interstitial fluid. interstitial fluid البروتينات بتاعته لما تتكسر اهو، بسبب break down of large tissue protein into smaller ones، هتكون smaller protein، فعدد البروتين هتزيد، وبالتالي البروتين ده هيسحب ميه ناحيته، فده هتساعد في تكوين ال fluid exudate. ده باختصار كده سبب تكوين الفلويد اوكسيديت. عندكم حته رابعه كده في الكتاب، انا عارف ان هي عندكم بس انا ما كتبتهاش. الحته الرابعه دي اللي هي بتقول عفوا انكريز ان ذا فلويديتي اوف ذا سيمنت جراوند سبستانس. في حاجه اسمها سيمنت جراوند سبستانس كده في ثانيه في هنا في الفيزلز، في حاجه اسمها سيمنت جراوند، حاجه صلبه كده. احنا هنقلل صلابه الحته، الحاجات الصلبه دي بتمنع ان الفلويد يعدي من هنا لهنا، فاحنا بطريقه او باخرى هنخلي الحاجات الصلبه دي هنخليها فلويد، او هنزود الفلويديتي بتاعتها. طبعا الحاجه دي مش مهمه قوي بصراحه يعني، بس انا بقول عشان هي في الكتاب بشرحها لكم. فالحاجه الصلبه دي هنزود الفلويديتي بتاعتها، هتبقى عباره عن سائل شويه، فهتقدر تعدي الفلويد من هنا لهنا. انا عايزكم بس تعرفوها يعني، بس هي مش مهمه قوي. تمام يا دكاتره؟ تمام كده خلصنا الفلويد اوكسيديت، قلنا كابيلاري بيرميابيليتي، وذكرنا الاربع حاجات، هيدروستاتيك بريشر في الكابيلاريز، والاوزموتيك بريشر في التيشو هيبقى عالي. تمام. طيب الفلويد اوكسيديت ده بيتكون من ايه مبدئيا كده؟ الفلويد اوكسيديت ده هو مش ميه بس، لا اكيد هو مش ميه، هو بيتكون في نسبه بروتين برضو، واهم بروتين في الفلويد اكسوديت لازم تركزوا فيها دي، ان هو الفايبرينوجين. فايبرينوجين وحاجه تانية اسمها الاميونو جلوبيولين، انا عارف ان هي مش مكتوبه عندكم بس اكتبوها، اميونو جلوبيولين او اي جي يعني، اميونو جلوبيولين. البروتين في نسبه بروتين من 4 ل 8%، فايبرينوجين و اميونو جلوبيولين، وهنعرف مهمتهم دلوقتي في الفلويد اكسيديت ايه، ان هو ايه الفانكشن بتاعه، ليه في فايبرينوجين، هنعرف دلوقتي. تاني حاجه السبيسيفيك جرافيتي او الكثافه النوعيه بتاعته عاليه، اكبر من الميه، كثافته عاليه. احنا عارفين ان كثافه الميه تقريبا 1000، او الكثافه النوعيه بتاعت الميه يعني، هو كثافته النوعيه اكبر من 1018. عايزكم بس تعرفوا ان هو اكبر، كثافته النوعيه اكبر من 1018، مش عايزكم تعرفوا اكتر من كده. تاني حاجه، هل هو كلير ولا معكر؟ هل هو رايق ولا معكر؟ قال لك لا هو معكر. ليه معكر؟ عشان في بعض الليكوسايتس او الوايت بلاد سيلز، خلايا الدم البيضاء بتروح مع بتعدي مع الفلويد اكسوديت، فبتخليه بنسبه معينه تربت او معكر كده. تمام. يبقى نقول من الاول الكومبوزيشن فيه بروتين، البروتين دي زي ايه؟ الفايبرينوجين والاميونو جلوبيولين، و هو سبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه، اكبر من الميه، ب اكبر من 1018، واخر حاجه ان هو تورب بسبب الليكوسايت. تمام يا دكاتره. نقول الفانكشن بتاعته. الفانكشنز باختصار كده ان ثلاث حاجات. هو ليه بيطلع فلويد اكسيد، ليه بنكون فلويد اكسيد في حاله الانفلاميشن؟ اول حاجه ان هو، فاكرين الفايبرينوجين اللي بيطلع معاه دي، بقى الفانكشن بتاعته اهي، ان هو هيعمل حاجه اسمها فايبرين نتورك. يعني ايه فايبرين نتورك؟ ان هو اول ما يعدي هيكون حاجه اسمها فايبرين نتورك، شبكه كده. الشبكه دي هتعمل ايه؟ الشبكه دي هتخلي جواها، هتعمل حاجه اسمها لوكاليزيشن للايريتنت، البكتيريا او حاجه هتروح صيدها في شبكه كده، فهتخليها ما تروحش يمين او شمال، هتعمل لوكاليزيشن ليها، هتخليها في مكانها
هتثبتها بمعنى اصح، يعني هتثبتها في مكانها، تمام؟ فدي معنى اللوكاليزيشن، تمام؟ عرفنا معنى الفانكشن بتاع الفايبرين، تمام. تاني حاجة ان هي بتخفف التوكسنز. انتوا عارفين التوكسنز، البكتيريا بتطلع توكسن، فلو احنا حطينا التوكسن دي جوه مية فاكيد هتخف، زي مثلا الملح في مية، الملح نسبته هتخف لو احنا حطينا عليه مية كتير. فنفس المنطق ان هو يحصل ديليوت للبكتيريال توكسنز، فالبكتيريال توكسنز هتخف او الكونسنتريشن بتاعها هيقل. تالت حاجة واخر حاجة ان هي هتجيب الانتي بوديز. فاكرين الاميونوجلوبيولين اللي قلت لكم ضيفوها؟ اهي هي جت هنا، انتي بوديز هي الاميونوجلوبيولين، بتجيب الاميونوجلوبيولين من البلاد فيزلز لمكان اللي هي الاجسام المضادة باختصار، يعني الانتي بوديز الاجسام المضادة لمكان الانفلاميشن عشان تقتل البكتيريا، تمام. الفانكشن بتعمل فايبرين نتورك، شبكة عشان تثبت الايريدنت في مكانه، بتعمل تخفيف للبكتيريال توكسنز، اخر حاجه بتجيب الاميونوجلوبين او الاجسام المضاده ليه عشان تقتل البكتيريا، تمام يا دكاتره. نيجي بقى للسيلز. قبل ما نيجي للسيلز نعمل مراجعه بسيطه كده على اللي احنا قلناه. قلنا الفلويد اكسوديت عباره عن ايه، او هو بيتكون ازاي؟ بيتكون بسبب انكريز البرميابيليتي بتاع الكابيلاريز، بسبب ايه؟ بسبب الجابس اللي في الاندوثيليال، وبسبب الكوزيتيف ايجنت بتضرب في الاندوثيليال، وبسبب الاندوثيليال انجري، بسبب الليكوسايتس، الليكوسايتس بتخبط في الاندوثيليال انجري، وبسبب ان النيو كابيلاريز بتبقى نفاذيتها كبيره. وتاني حاجه بسبب الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري عالي، فهينتقل من ضغط عالي لضغط منخفض. وتالت حاجه بيزود الاوزموتيك بريشر، هيبقى عالي في الانترستيشيال فلويد عشان البروتين هيزيد عدده، فبالتالي هيسحب ميه ناحيته. زي ما احنا قلنا الكومبوزيشن بتاعته من بروتين 4 ل 8%، قلنا البروتين فايبرونجين، السبيسيفيك جرافيتي او الكثافه النوعيه بتاعته عاليه، وان هو معكر بسبب الليكوسايتس اللي فيه. قلنا الفانكشن بتاعته فايبرين نتورك، بيعمل ديليوت بكتيريال توكسنز، بيخففها، بيجيب الاميونوجلوبيولين او الاجسام المضاده عشان تقتل البكتيريا. نيجي للسيلز بقى، والسيلولار اكسوديت باختصار كده. السيلولار اكسوديت دي ان هي عايزين، احنا خلاص طلعنا فلويد، احنا عايزين بقى نطلع السيلز، عايزين نطلع الخلايا المسؤوله عن المناعه. هنطلعها ازاي؟ اول حاجه الخلايا هي ماشيه في النص كده، ماشيه في نص البلاد فيزل، فاحنا عايزين نجيبها على جنب. حاجه اسمها مارجينيشن، مش مايجريشن، هي مارجينيشن. مارجينيشن ان احنا نجيب الخلايا بدل ما هي بتمشي في النص كده، نخليها على جنب، تيجي على جنب كده، نخليها تروح لاطراف البلد فيزلز باختصار يعني، تمام. تاني حاجه بقى المايجريشن، مايجريشن ان هي تهاجر من هنا تروح جوه التشو، تمام، اللي هو مايجريشن، تمام. تاني حاجه ان احنا عايزين ننشطها، فالليكوسايتس اكتيفيشن. تالت حاجه ان احنا ننشطها، هننشطها ازاي؟ نشطها بميدييتورز تانيين، يعني مش مهم تعرفوها دلوقتي، بس هنعمل لها اكتيفيشن. واخر حاجه بيقول لك ان في بعض ار بي سيز هتهرب مع الناس اللي طالعه دي. في ناس طالعه هتلاقي ريد بلاد سيلز او خلايا دم حمراء ماشيه معاهم كده، تمام. ننتقل اللي بعده، السيلز بقى. بيقول لك ايه اللي ايه السيلز اللي بتطلع الاول، وايه السيلز اللي بتاخر. باختصار كده خلايا الدم الحمراء عباره، خلايا الدم البيضاء عفوا، عباره عن انواع، هي مش نوع واحد، انواع كتير. منها حاجه اسمها بوليمورفيك نيوكلير ليكوسايت، او حاجه باختصار كده اسمها النيوتروفيل. نيوتروفيلز خلايا مناعيه او خلايا دم، نوع من خلايا الدم الحمراء بتطلع في الانفلاميشن بدري قوي، ايرلي اسكيبد، ايرلي من 6 ل 24 ساعه بس. اما الكبيره بقى المونوسايت الكبيره دي، لا دي بطيئه، بتطلع من يوم ليومين بقى. اول ما تطلع بره البلاد فيزلز هي اسمها مونوسايت، اول ما تطلع للتشو هنسميها حاجه اسمها ماكروفاجز. هنسميها ايه؟ ماكروفاجز. اخر حاجه بيقول لك ان في حاله الالرجي او حاله الحساسيه بيطلع نوع من خلايا الدم البيضاء اسمها ايزينوفيلز، تمام؟ في حالة الحساسية، كلت حاجة أنت عندك منها حساسية أو حاجة زي كده. يجي بعد كده لحاجة تانية اللي هي الكيموتاكسيس، أو الفانكشن بتاعة الخلايا دي.
الخلايا دي عايزين نقول ان هي بتعمل ايه. احنا خلاص دخلنا الخلايا جوه النسيج بتاعك، هل الخلايا دي ليها عيون عشان تعرف مكان البكتيريا؟ لا طبعا. طب هي عايزه مرشد، عايزه ايه؟ عايزه مرشد. طيب مبدئيا كده المرشد ده حاجه اسمها كيموتاكسس. كيموتاكسس ان هي احنا عايزين باختصار كده نجذب البكتيريا الليكوسايتس دي لمكان البكتيريا. الليكوسايتس دي عباره او كيموتاكتيك فاكتورز دي هي المواد اللي بتعمل اتراكشن للليكوسايت ناحيه الايريتنت. الايريتنت اللي هي بكتيريا مثلا او فيروس. تمام؟ ايه هي الكيموتاكتيك فاكتورز؟ قال لك الكيموتاكتيك فاكتورز دي اللي هي زي مثلا البكتيريا التوكسنز، التوكسنز اللي بتطلعها البكتيريا. فدي بتجذب الخلايا الدم البيضاء ناحيتها. حاجه اسمها كومبلمنت 5، سي 5 اللي هي كومبلمنت 5. دي حاجه في المناعه كده ان شاء الله هتاخدوها في الترم التاني. انا مش عايزكم تعرفوا معناها دلوقتي، مش عايز الخبطكم، بس لازم أن تعرفوها ان هي من اهم الكيموتاكتيك فاكتورز. كومبلمنت 5 ايه؟ حاجه اسمها ليكوتراينز، وحاجه اسمها انترلوكينز 8. ليكوتراينز وانترلوكينز 8. انا مش عايز اقول لكم معناها عشان ما لخبطكوش، بس لازم تعرفوها ان هي من الكيموتاكتيك فاكتورز. تمام؟ واهم اتنين فيهم بكتيريال توكسنز وكومبلمنت 5A. تمام يا دكاتره؟ بدا الكيموتاكسيس. عايزين بقى نعمل فاجوسايتوزس، عايزين نتخلص من الـ من الـ من البكتيريا دي. هنتخلص منها ازاي؟ بحاجه اسمها فاجوسايتوزس. يعني ايه فاجوسايتوزس؟ يعني انجيشن اند ديستراكشن للفورين بادي. الفورين بادي او الايريتنت ده عايزين نكسره بقى، عايزين نقضي عليه بحاجه اسمها الفاجوسايتوزس. الفانكشن بتاع الفاجوسايتوزس دي ان هي هتقتل البكتيريا وهتساعد للريبير، او هتساعد هتمهد يعني in other words للريبير. تعال نتكلم عن الستيبس بتاعت الفاجوسايتوزس دي. مبدئيا احنا لازما قبل ما نعمل فاجوسايتوزس لازما نغطي الايريتنت ده، نغطيه او نعمل له حاجه اسمها اوبزونايزيشن. نيجي على البكتيريا دي ونروح مغطينها كده، عاملين لها كوتينج بغطاء بروتيني كده. لو فاكرين كده الشاطر هيركز في الحاجه دي. ايه هي ايه الحاجات اللي نقدر نغطي بيها البروتين؟ اللي هي ايه؟ الكيموتاكتيك فاكتورز، كومبلمنت 5 والليكوتراينز. فهو دي هتساعدنا في الاوبزونايزيشن عشان الليكوسايتس تتارجت البكتيريا دي. تمام؟ اول حاجه اوبزونايزيشن، نغطي البكتيريا دي بكوت. تاني حاجة نتعرف عليها ونلزق فيها، نتعرف على ريكوجنيشن اند اتاتشمنت، نتعرف عليها ونلزق فيها ونمد ايدينا كده. حاجة اسمها الانجلفمنت بقى، نمد ايدينا. شايفين هنا يا دكاترة؟ اهو نمد ايدينا. البكتيريا اكن بتمد ايدها كده بحاجة اسمها زودوبوديا او اقدام كاذبة، بتطلع اقدام كاذبة من هنا وهنا عشان تعمل انجلفمنت او بتحتوي، بمعنى اخر بتحتوي البكتيريا دي، تحتويها وتدخلها جواها بقى. اخر حاجه رابع حاجه قصدي الكيلينج بقى او وديجراديشن، بتكسرها بقى، بتقتلها وبتعمل لها ديجراديشن، بتفتتها لحاجات صغيره وبترميها فين؟ اخر حاجه، اخر خطوه لينا الليمفاتيك فيزلز اللي هي مواسير الصرف بتاعتنا، بترميها على الليمفاتيك فيزلز اهو. درين فلويد اكسوديت تو ليمف نود، الليمفاتيك فيزلز دي هتروح للليمف نود. عشان كده الليمف نود لو وصل لها، لو ما حصلش كيلينج كويس للبكتيريا دي هتنتقل للليمف نود، هتعمل لي انفكشن في الليمف نود. هنقوله بعد كده الانفكشن ده اسمه ليمفادينايتس وليمفانجايتس، اللي هو انفكشن في الليمفاتيك فيزلز نفسها. تمام يا دكاتره؟ نقول تاني، نو اول حاجه بنعمل اوبزونايزيشن، بنغطي، بنعمل كوتنج للبكتيريا دي، نغطيها بغطاء بروتيني. تاني حاجه بنتعرف عليها ونلزق فيها، بعد كده نمد ايدين اقدام كاذبه كده عشان نحتويها، انجلفمنت من خلال زودوبوديا او اقدام كاذبه. رابع حاجه ان احنا نقتلها ونفتتها لحتت صغيره. اخر حاجه نرميها في الليمف فيزلز. تمام يا دكاتره؟ تمام. اخر حاجه بقى
اللوكال رياكشن اوف تيشو هيستوسايتس. باختصار كده، باختصار ان احنا نخلي الخلايا المناعيه اللي وصلت للتيشو دي بعد ما تخلص الشغلانه بتاعتها، بعد ما تقضي على البكتيريا وتنظف المكان، نخليها مصحصحه بمعنى بسيطه، نخليها مصحصحه عشان لو حصل انفكشن تاني او لو في بكتيريا لسه متبقيه في مكان، فنخلي الخلايا المناعيه في المكان ده مصحصحه تمام، ونخليها تعمل بروليفريشن، تخليها تتكاثر او تنقسم عشان لو حصل انفكشن في المكان ده تاني. تمام يا دكاتره، قبل ما ننتقل على الجنرال تشينجز، نعيد عاده بسيطه كده عن اللي احنا قلناه في السيل. قلنا السيلز اول حاجه بيحصل لها مارجينيشن، نخليها على الاطراف، بعدين بتنتقل ل الانترستيشال فلويد او للتيشو بمعنى اصح، مايجريشن، قلنا مارجينيشن بعدين مايجريشن، بعدين هيحصل لها اكتيفيشن عشان تعرف تعمل الفانكشن بتاعها، وفي بعض الار بي سيز هتهرب. قلنا ان السيلز الاول سيلز بتطلع معانا اللي هي بوليمورفيك نيوكلير ليكوسايتس او نيوتروفيلز بمعنى اصح، دي صغيره وبتهرب، بتيجي بسرعه، بتهرب بسرعه لمكان الانفلاميشن من 6 ل 24 ساعه، اما الكبيره البطيئه اللي هي المونوسايتس لما تخش مكان التيشو بنسميها ماكروفيجز. اخر حاجه الايزينوفيلز، الايزينوفيلز دي بتطلع في حاله الالرجيك انفلاميشن او حاله الحساسيه بمعنى اصح يعني. قلنا الفانكشن بتاعت السيلز دي عشان تعمل الفانكشن بتاعها محتاجه حاجه اسمها كيموتاكسيس، عشان محتاجه عامل يسحبها ناحيه البكتيريا. ايه العامل ده؟ حاجه اسمها كيموتاكتيك فاكتورز. قلنا الكيموتاكتيك فاكتورز دي منها البكتيريال توكسينز، كومبلمنت 5، ليكوتراينز، و انترلوكينز 8. اهم حاجه فيهم البكتيريال توكسينز والكومبلمنت 5 ايه. قلنا ان بعد ما نجيب نعمل كيموتاكسيس للبكتيريا دي نعملها فاجوسايتوز، عايزين نبلعها، عايزين نعمل لها ديستراكشن. نعملها ازاي؟ بخمس خطوات. خمس خطوات نغطيها، اول حاجه نعمل غطاء بروتيني ليها او اوبزونايزيشن، تاني حاجه نتعرف عليها ونلزق فيها، بعدين نمد ايدينا ونحتويها، حاجه اسمها انجلفمنت من خلال الاقدام كاذبه. اخر حاجه او رابع حاجه نقتلها ونفتتها لحاجات صغيره من خلال نستقبلها لكم من خلال او حاجه اسمها لايسوزومال انزيمز، انزيمات جوه الخليه دي بتقتل البكتيريا دي تمام. اخر حاجه بنرميها في الليمف فيزلز عشان تروح الليمف نود. قلنا ان في لوكال رياكشن في تيشو، بنخلي التيشو هيستوسايتس او الماكروفاج اللي في النسيج تفضل مصحصحه عشان لو حصل انفكشن تاني بعد ما تخلص الشغل بتاعها. طبعا نخش بقى على الجنرال تشينجز بتاع الاكيوت انفلاميشن. قال لك هيحصل جنرال تشينجز ازاي؟ قال لك ان التشينجز دي هتبقى في البلود سيلز، خلايا الدم، خلايا الدم البيض وخلايا الدم الحمراء، هيتغير عددها، هيحصل حمى طبعا فيفر، يحصل لوس اوف ابيتايت، فقدان شهيه، الليفر هتفرز بعض البروتينات، هيحصل هايبر بليجيا في الليمف نود، وهنشرح كل حاجه بعد شويه ان شاء الله. بعض الاورجنز هيحصل فيها تشينجز في حجمها، هيحصل حاجه اسمها سيبتيزيميا وبايميا، وهنشرحهم دلوقتي ان شاء الله. نبدا اول حاجه بالوايت بلود سيلز. ازاي؟ طبعا احنا عارفين النورمال بلود، النورمال كاونت بتاعها من 5000 ل 10000 خليه في المليمتر مكعب. هيحصل حاجه اسمها ليكوسايتوزز. يعني ايه ليكوسايتوزز يا دكاتره؟ ليكوسايتوزز باختصار كده ان هي هيحصل زياده في عدد في خلايا الدم البيضاء دي، هيحصل زياده طبعا انت لازم يحصل زياده فيها. ليه؟ احنا عندنا انفلاميشن، الانفلاميشن ده بي 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 بيهرب خلايا دم بيضاء كبيره كتير من الدم للتيشو، فاحنا محتاجين نصنع زياده، فده سبب الزياده يعني في الوايت بيسيز. طيب عندنا بعض انواع الوايت بلاد سيلز او خلايا الدم البيضاء بتطلع او بتزيد في انفلاميشن معين او بتزيد بسبب معين. عندنا مثلا يعني النيتروفيلز بتزيد في حاله السبيوريتيف انفلاميشن، ده نوع من الانفلاميشن هتاخدوه المحاضره الجايه. عفوا، ده انفلاميشن معاه حاجه اسمها صديد او بس تمام. تاني حاجه الايزينوفيلز، الايزينوفيلز دي بتزيد زي ما قلنا في الالرجيك رياكشن، في حاله الحساسيه او في حاله الطفيليات، انت حصل لك انفكشن بطفيلي
وبالتالي الاكزينوفيلز هتزيد. تالت حاجة الليمفوسايتس، الخلايا الليمفاوية بتزيد في حالة الفيرال انفكشن لو اتصبت بفيروس، وفي حالة الكرونيك انفلاميشن. انت بعد كده في الموديولز الجاية اول ما تقروا كرونيك حاجة، كرونيك انفلاميشن، هتقولوا حاجتين، ليمفوسايتس وبلازما سيلز. فالليمفوسايتس من اهم الخلايا اللي بتطلع في كرونيك انفلاميشن. اخر حاجة المونوسايتس، مونوسايتس او الماكروفاجز بتطلع في حالة الانفكشن بالملاريا او في حالة الملاريا اسف. عندنا بقى يمكن يحصل عكس القاعدة دي، ان يحصل حاجة اسمها ليكوبينيا. ليكوبينيا ان عدد خلايا الدم البيضاء يقل. يقل ازاي؟ يقل لما نضرب المصنع بتاع خلايا الدم البيضاء. عندنا حاجة اسمها التيفويد فيفر، نضرب المصنع بتاع ايه هو المصنع بتاع خلايا الدم؟ طبعا البومارو، زي ما انتوا عارفين البومارو لما يتضرب هيقل خلايا الدم البيضاء. عندنا الار بي سيز في بعض الاحيان، احنا عارفين الار بي سيز زي ما قلنا ان احنا بتهرب مع خلايا الدم البيضاء، هي ملهاش فانكشن في الانفلاميشن، ملهاش وظيفة، لكن احيانا بتهرب معاهم. فاحيانا خلايا الدم الحمراء تقل لتوصل لدرجة الانيميا في الدم، او مرض فقر الدم يعني بمعنى اصح. نيجي للفيفر، هيحصل لك حمى. ليه هيحصل لك حمى؟ هيحصل لك حمى باختصار كده، انا عايزكم اوضح لكم الموضوع باختصار شديد، ان الخلايا الانفلاماتوري سيلز، الخلايا دي خلايا اللي في الالتهاب دي، الانفلاماتوري سيلز هتطلع مواد. المواد دي هتمشي في الدم، المواد دي هتروح لسنتر في الدماغ كده، دماغك فيه سنتر اسمه هيت ريجولاتوري سنتر، او سنتر بينظم الحرارة في جسمك. هيقول له لا احنا معلش كده احنا بردانين سيكا، فعايزينك تسخن الجسم ده شوية. طبعا ده فولس، فولس كولد، يعني انت مش بردان فعلا، بس الخلايا المواد دي هتقول له احنا بردانين، فهيزود درجة حرارة الجسم. السنتر ده موجود في حتة في دماغك اسمها هايبوثالاماس، تمام؟ وبرضو المواد دي، نفس المواد دي هتروح لمركز الشبع في دماغك، هتقول له احنا شبعانين كده وميت فل وما تاكلش تاني، فهتحس ان انت عندك لوس اوف ابيتايت، شهيتك مقفولة، او ما عندكش شهية يعني باختصار، تمام كده. الليفر قلنا كبدك، الكبد بتاعك هيفرز حاجة، مواد مشهورة جدا اسمها سي ار بي او سي رياكتيف بروتينز. احنا لما نيجي نكشف على اي التهاب في الجسم بنطلب تحليل دم كده، تحليل دم نقول له عايزين تحليل سي ار بي، سي ار بي اللي هو السي رياكتيف بروتين، لو لقيناه عالي في الجسم قلنا اه يبقى ده مؤشر ان في التهاب، ده مؤشر ان في انفلاميشن في مكان ما في الجسم. وبرضه بيفرز حاجة اسمها امايلويد ماتيريال ايه من الليفر. تالت او رابع حاجة بيحصل هايبربليجيا في الليمف نود. يعني ايه هايبربليجيا؟ بيحصل زيادة في خلايا الليمف نود، زيادة في الخلايا اللي في الليمف نود. احنا قلنا الليمف نود دي هي زي المصرف بتاعتك اللي بعد الانفلاميشن بيروح له البقايا بتاع الانفلاميشن، فطبيعي انه يزيد في العدد او يكبر كده في حالة الانفلاميشن، لانه بيجيله بقايا كتير، بيجيله بقايا انفلاميشن كتير، فطبيعي ان عدده يزيد. بيقول لك بيحصل برضو هايبربليجيا في بعض الاورجانس زي الليفر والسبلين، وبيحصل في البون مارو احيانا. ده بيكون زي نوع من انواع الديفنس ميكانيزم للبادي، الجسم بيحاول يدافع عن نفسه من خلال ان يعمل هايبربليزيا او يزيد في عدد خلايا الاورجانس دي، تمام. اخر حاجه الديجنريتيف تشينجز ان بارينكيماتس اورجان، بعض الاورجان البارينكيما بتاعتها بيحصل فيها تشينج، يعني احيانا زي مثلا في مرض اسمه فاتي تشينج بتاع الليفر، هتلاقي الليفر كبير كده، ليفر كبير ومنفوخ كده. ليه؟ لان في فات، فهتلاقي حجمه اتغير، البارينكيما بتاعته او حصل فيها حاجه اسمها ديجنريتيف تشينج. طبعا انتوا خدتوا تقريبا ديجنريتيف تشينج ده في الموديول اللي فات، او في الشابتر اللي فات اسف. فده يعني السبب، هتلاقي احيانا عضو صغير، عضو كبير، وهكذا. حاجه تانية اسمها سيبتيزيميا،
سيبتيزيميا يعني ايه؟ يعني باختصار البكتيريا اللي في التيشو دي احتمال تتسرب للدم، احتمال تخش الدم. لو دخلت الدم بنقول ان في بكتيريا في الدم، حاجة اسمها بكتيريميا. لو حصل ان البكتيريا دي طلعت توكسنز بنسمي الحالة دي سيبتيزيميا، بنسمي الحالة دي سيبتيزيميا، بكتيريا وتوكسنز في الدم. واخر حاجة اسمها حاجة اسمها بايميا. بايميا دي باختصار كده ان في جلطات ملوثة موجودة في الدم بتاعك، مش عايزك تعرف كتير عنها لانك هتعرف ان شاء الله في الشابتر الجاي عنها. تمام، سيبتيزيميا وبايميا. تمام، ده كده نقول الاول فيفر، قلنا بسبب المركز الهايبوثالاموس هنروح نقول له احنا بردانين، وده طبعا فولس، بس هو هيسخن الجسم، عشان كده هنلاقي لوس اوف ابيتايت. ليفر هيسكريت السي ار بي، هيعمل هايبربليجيا في الليمف نود، هنعمل ديجنريتيف تشينجز في البارينكيماتس اورجن، هيحصل سيبتيزيميا ويحصل بايميا. طيب السيلز اللي بتطلع في الاكيوت انفلاميشن احنا تقريبا ذكرنا معظمها، يعني قلنا النيوتروفيلز، طبعا النيوتروفيلز بتطلع في الاكيوت انفلاميشن، بتطلع اول واحده. كمان الباص سيلز، باص سيلز دي باختصار ان النيوتروفيلز دي لما ماتت ادتنا باص سيلز، لما ماتت ادتنا باص سيلز، اهي كيلد نيوتروفيلز. تالت حاجه الماكروفيجز، الماكروفيلز طبعا من اهم الخلايا في الاكيوت انفلاميشن. واخر حاجه الار بي سيز، هتقول لي ليها وظيفه الار بي سيز دي؟ لا، هي لقيت الناس طالعه قلت قالت اطلع معاهم قشطه يلا، بس ملهاش وظيفه. تمام يا دكاتره، ايه الساينز اللي بتعرفنا ان المكان ده فيه انفلاميشن؟ ريدنس، احمرار طبعا بسبب الفازو دايلاتيشن، هوتنس طبعا بسبب الانكريز بلاد فلو بسبب الفازو دايلاتيشن، يعني سويلنج هتلاقي المكان ده مورم، هقول لك المكان ده هتلاقي مورم. البين هيحصل وجع، ليه بيحصل لك وجع بقى؟ قال لك لان في مواد بتطلع في الانفلاميشن دي مكان الانفلاميشن، حاجه زي البراديكينين، بسببين البين بيحصل بسببين، بسبب المواد دي براديكينين او البروستاجلاندين، ده بيطلع بتروح للنيرف، بتروح للعصب اللي في المكان ده تقول له احنا تعبانين، المكان ده المكان ده فيه تعب، فتحصل استيميوليشن للعصب ده فيبدأ المكان ده يوجعك. تمام، تاني حاجة البريشر، ضغط على العصب، ضغطنا على العصب بسبب الإديمة أو الإنفلاماتوري أكسيديت، المكان ده مورم فضغط على العصب فالمكان ده بدأ يوجعك. وهل دي حاجة حلوة؟ طبعا حاجة حلوة عشان تعرفنا إن المكان ده فيه مشكلة. آخر حاجة لوس أوف فانكشن، طبعا إحنا أنت حصل لك التهاب في المكان ده، حصل لك التهاب في الكبد، حصل لك التهاب في الكلية، هل الفانكشن هتفضل 100%؟ أكيد لأ، هيحصل مشكلة في الفانكشن. تمام، نقول من الأول الريدنس والهوتنس سويلنج البين بسببين، بسبب المواد اللي هتعمل ستيميوليشن للعصب، وسبب البريشر، آخر حاجة اللوس اوف فانكشن. تمام كده يا كاترة؟ تمام، عايزين طبعا الجدول ده موجود معاكم في الكتاب، هو يعني مش مهم قوي لكن احنا لازم نقوله عشان هو موجود معاكم في الكتاب، وعايزكم تعرفوا بعض اللي يعني هشاور لكم على أهم حاجات في كل واحد من دول. يعني دول باختصار الكيميكال ميدياتورز اللي بيعملوا كل اكشن من دول، كيميكال ميدياتور اللي بيعمل فازو دايلاتيشن، كيميكال ميدياتور اللي بيزود البرميابيليتي، كيميكال ميدياتورز اللي بيعملوا كيميتاكسيس، كيميكال ميدياتور بتزود الفيفر البين والتيشو دامج. الفازو دايلاتيشن لازم تعرفوا الاثنين، انه في مواد اسمها البروستاجلاندين والان او اللي هو النيتريك اوكسايد بيعملوا فازو دايلاتيشن. في مواد بتزود الفاسكولار برميابيليتي زي ايه؟ زي الهيستامين وزي السيروتونين، واعتقد احنا قلنا يعني الهيستامين قبل كده والسيروتونين والبراديكينين برضو، وهنرجع نقول البراديكينين في البين زي ما احنا قلنا من شويه. الكيموتاكسيس، ايه اللي بيعمل كيموتاكسيس؟ احنا قلناهم الكومبلمنت 5A والانترلوكين 8، دول اهم اتنين يعني، كومبلمنت 5A وانترلوكين 8. ولو فاكرين برضو كان البكتيريال توكسنز معاهم، بس بكتيريا توكسنز يعني مش ميديت، مش ميديتور، هو كيموتاكتيك بس مش ميديتور، عشان كده ما ذكروش هنا. يعني الفيفر، ايه هي المواد اللي بتروح للهايبوثالاموس تعمل احساس خاطئ بالبرد؟
اللي هي انترلوكينز 1 وانترلوكينز 6 والبروستاجلاندين برضو. هي البروستاجلاندين راشقه في اي حاجه، انترلوكين 1 وانترلوكين 6 والبروستاجلاندين. البين ايه اللي بيحسسك بالايه؟ احنا لسه قايلينها حالا، البرادكينين والبروستاجلاندين، لسه قايلينها حالا في ال هنا اهو، برادكينين وبروستاجلاندين. تمام. اخر حاجه التيشو دامج، ايه اللي بيعمل لك تيشو دامج؟ خلايا الدم، خلايا اللي هي الدم البيضاء، نيتروفيل ماكروفيج، طبعا هي بتساعد في الانفلاميشن، لكن بتعمل لك تيشو دامج. زي برضو اللايسوزومال انزيمز زي ما احنا قلنا. تمام يا دكاتره. تمام. ناخد اخر حاجه بقى، مصير الاكيوت انفلاميشن. مصير الاكيوت انفلاميشن يا دكاتره، يا اما يخف يا اما ينتشر يا اما يقلب مرض مزمن. يا اما يخف يا اما ينتشر يا اما يقلب بمرض مزمن. قلنا خف هو الريزولوشن، يعني هو ريزولوت خلاص يخف. تاني حاجه سبريد، سبريد زي ايه؟ لوكالي سبريد. طبعا احنا عارفين اللي فيه فايبرين بارير اللي احنا قلنا عليها، ان هي بتعمل لوكاليزيشن للمكان ده اللي بيمنع السبريد. بس في بعض البكتيريا بتخترق البارير ده وبتروح تسبريد لوكالي. لوكالي يعني للاماكن اللي جنبها. تمام. للاورجنز، في جنبه اورجن يروح منتشر للاورجن اللي جنبه. تمام. تاني حاجه باي ناتشرال باسجز. يعني ايه باي ناتشرال باسجز؟ يعني بال ال اقول لك زي ايه، زي مثلا القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه لو عندك انفلاميشن في القصبه الهوائيه يمكن تلاقي الانفلاميشن تقل للرئه. ليه؟ لان في ناتشرال باسج بين القصبه الهوائيه والرئه، ده الناتشرال باسج بتاعك. زي المريء، المريء ناتشرال باسج. زي الحالب بتاعك اللي هو اليوريتر، ده ناتشرال باسج. زي البرونكاي احنا قلنا الشعب الهوائيه، ده ناتشرال باسج. فده يمكن الانفكشن ينتقل من خلال الناتشرال باسج ده. تمام. زي مثلا انت خدت عارفين التي بي، او انت لسه ما خدتوش، مرض السل او البكتيريا المسببه للسل. انت لو بلعت الخلايا دي او الخلايا البكتيريه دي هيجيلك انفكشن في الانتستين. فهو ده الناتشورال باسج. سي اللي هو الليمفاتيك، احنا قلنا ده الصرف بتاعنا او مسؤول الصرف. الليمفاتيك يمكن يحصل انفكشن في الليمف نود، الليمف نود اللي احنا رايحين لها اصلا، فده بنسميه ليمفا دينايتس. طب حصل انفكشن في الاوعيه اللي بتودي للليمف نود، بنسميه حاجه اسمها ليمفانجايتس. يبقى ليمفانجايتس الاوعيه الليمفاويه، لكن الليمفا دينايتس هي الليمف نود. تمام يا دكاتره. دي ليمفاتيك بلاد. طبعا يقدر نعمل ايه زي ما قلت لك قبل كده، لو بكتيريا لوحدها بكتيريميا، لو بكتيريا معاها توكسنز في الدم اسمها سيبتيزيميا، اما جلطات ملوثه في الدم اسمها بايميا. اسمها ايه يا دكاتره؟ بايميا. اخر حاجه الكرونيسيتي، يمكن تقلب المكان ده كرونيك. يعني مثلا عندك التهاب حاد في الكبد يمكن يقلب كرونيك لو ما اتعالجش. تمام يا دكاتره. تمام. قبل ما طبعا مشكوركم، احنا كده خلصنا، بس عايزين نعيد بسرعه كده على اللي احنا قلناه. هما دقيقتين بالظبط عشان نلم الموضوع في دماغك وتكون خارج من المحاضره ان شاء الله، مش محتاج الا ان انت تقرا المحاضره بس ان شاء الله. يعني مبدئيا كده احنا قلنا الانفلاميشن هو رياكشن فاسكولار والليمفاتيك وسيلولر، هدفه ليكولايزيشن وديستروينج وتجهيز للريبير. وقلنا ان انواعه اكيوت وكرونيك وسب اكيوت. اتكلمنا عن الاكيوت انفلاميشن، قلنا عايزكم تعرفوا ثلاث حاجات فيها، ان هو مودريت او سيفير ايريتنت، ان هو شورت ديوريشن، لازم يكون شورت ديوريشن، وان التيشو بيعمل رابيد ريسبونس، بيعمل رابيد ريسبونس. قلنا اللوكال تشينجز اللي هتحصل، قلنا هيحصل ديستراكشن في التيشو، التيشو بتاعك هيتكسر، هيحصل تشينجز في الفيسلز بتاعتك، حاجه اسمها لوكال فاسكولار فينومينا، هيحصل لوكال رياكشن في التيشو هيستوسايتس. قلنا التشينجز في الجنرال زي الفيفر، زي اللوس اوف ابيتايت، زي الليفر هيسكريت حاجات، اتكلمنا عن الموضوع ده كله. قلنا هيحصل لوكال ديستراكشن من خلال الانجرس ايجنت. لوكال فاسكولار فينومينا قلنا ان بيعمل فازو كونستريكشن، بعدين فازو دايلاتيشن، وهيحصل سلوينج للبلاد فلو، وهيحصل فورميشن للفلويد والسيلولر اكسوديت. اتكلمنا اول حاجه ان في هيحصل فازو كونستريكشن، ده بيفضل فيو سكندز وده بروتكتيف بروسيس.
بسبب الايريتنت. قلنا بعد كده هيحصل فازو دايلاتيشن، وده اللي هو سبب بيسبب الريدنس والهودنس في مكان الانفلاميشن، وده سببه كيميكال ميديتورز ولوكال اكسون ريفلكس، وده بيفضل لاخر الانفلاميشن. قلنا لازم نبطئ سرعه البلاد عشان نعرف نودي السيلز من البلاد فيزلز لبره. نبطئها ازاي؟ نبطئها ان الاندوثيليال هيحصل له سويلنج هينتفخ. تاني حاجه ان الفازو دايلاتيشن ده هيخلي مساحه اكبر يمشي فيها الدم، فبالتالي سرعته هتقل، وشرحت لكم ازاي القاعده دي ماشيه هنا. وتالت حاجه ان لزوجته هتزيد بسبب ان الميه هتطلع منه، فالميه هتطلع منه فكثافه الخلايا هتزيد هنا، فبالتالي هتزود هتقلل السرعه. وقلنا اتكلمنا عن انفلاماتوري اكسوديت، قلنا بيتكون من فلويد اكسوديت، ده اللي هيطلع الاول، بعد كده هيطلع سيلولار اكسوديت. اتكلمنا عن فلويد اكسوديت وقلنا ان هو بلازما تطلع من البلاد فيزلز لمكان الانفلاميشن. ازاي هتطلع؟ الميكانيزم بتاعها اول حاجه انكريز كابيلاري بيرميابيليتي. ليه هي انكريز كابيلاري بيرميابيليتي؟ بسبب هيحصل فيه فجوات بين الاندوثيليال، وبسبب ان الايريتنت او البكتيريا دي هتفضل تكسر في الاندوثيليال فهيزود البيرميابيليتي. وتالت حاجه ان هيحصل اندوثيليال انجري لان الليكوسايتس هتفضل تخبط فيها وهي ماشيه يعني، فيحصل انجري. وبعد ما الكابيلري دي تموت او تتكسر يعني، في كابيلري جديده هتتكون، بس الكابيلري الجديده دي نفاذيتها كبيره، هتعدي فلويد كتير. قلنا ان هيدروستاتيك بريشر هيزيد، لان الهيدروستاتيك بريشر قصدي عالي، والفلويد بينتقل من الهيدروستاتيك بريشر العالي اللي هو في البلاد فيزلز للهيدروستاتيك بريشر الواطي اللي هو في التيشو او في الانترستيشيال فلويد. قلنا ان الاوزموتيك بريشر في الانترستيشيال فلويد هيبقى عالي، او في التيشو يعني هيبقى عالي. ليه هيبقى عالي؟ عشان الايريتنت او البكتيريا دي هتكسر جزيئات البروتين الكبيره لبروتينات صغيره، فبالتالي البروتينات الصغيره دي هتسحب الميه ناحيتها. اتكلمنا عن الكومبوزيشن بتاعه او بيتكون من ايه الفلويد اوكسيديت، قلنا من بروتين معظمه في فايبرونوجين واميونوجلوبولين، والكثافه النوويه بتاعته عاليه، وان هو معكر. اتكلمنا عن الفانكشن بتاعته، والفانكشن بتاعته قلنا ان هو هيعمل فايبرين نتورك عشان نعمل لوكاليزيشن للايريتنت، هيخفف البكتيريال توكسنز وهيجيب الانتي بوديز عشان تقتل البكتيريا. قلنا السيلولار ريسبونس، اول حاجه هنعمل مارجينيشن هنخليها على الاطراف، بعدين نعمل لها مايجريشن من الفيسلز لبره، بعدين هنعمل هنكتفها او هننشطها. في بعض البلاد سيلز الريد ار بي سيز هتطلع معانا. قلنا السيلز اللي بتطلع الاول نيوتروفيلز، بعدين مونوسايت، بعدين قلنا الايزينوفيلز بتطلع في حاله الالرجي. قلنا هيحصل حاجه اسمها كيموتاكسيس، حاجات بتجذب الخلايا الدم البيضاء ناحيه البكتيريا، وذكرناهم كومبلمنت 5 بكتيريال توكسنز. قلنا في حاجات هتعمل فاجوسيتوزز، الخلايا دي قصدي هتعمل فاجوسيتوزز للبكتيريا. ازاي؟ من خلال خمس مراحل. اوبزونيزيشن، هنعمل كوتنج للبكتيريا، هنتعرف على البكتيريا، هنعمل انجولفمنت او احتواء للبكتيريا، بعدين هنقتلها وهنفتتها لحتت صغيره، واخر حاجه هنعمل لها دايليشن في البدل، هنرميها في الليمف نود، في الليمف فيزلز قصدي. وهنخلي اخر حاجه الانفلاماتوري سيلز اللي في التيشو هنخليها مصحصحه في حال انفلاميشن حصل تاني. قلنا الجنرال اكيوت انفلاميشن، الجنرال تشينج، هيحصل تغيير في عدد البلاد سيلز، هيحصل فيفر، هيحصل لوس اوف ابيتايت، هيحصل الليفر هتطلع حاجات. قلنا هو الوايت بلاد سيلز هيحصل ليكوسايتوزز، النيتروفيلز هتطلع في حاله السابيوريتيف، ايزينوفيلز هتطلع في حاله الالرجي والبارازايت، ليمفوسايت هتطلع في كرونيك انفلاميشن والفايرال، مونوسايت هتطلع في الملاريا، هيحصل ليكوبينيا في بعض. ده طبعا عكس القاعده، بس احنا هنا بنضرب المصنع بتاع البلاد سيلز اللي هو البومارو، هيحصل الار بي سيز ليكج، فبالتالي هيحصل انيميا. الفيفر لاننا هنروح نعمل فولس مسج للهيت ريجيلاتوري سنتر، ونفس الكلام في اللوس ابيتايت، والليفر هتطلع سي ار بي، وهيحصل هايبربليجيا في بعض الاورجن، وهيحصل في الليمف نود، هيحصل سيبتيزيميا، ويحصل بايميا. السيلز في الاكيوت انفلاميشن نيتروفيلز وباس سيلز وماكروفيج وي ار بي سي بتطلع بس ملهاش فانكشن. ايه الساينس بتاع الاكيوت انفلاميشن في المكان؟ هيحصل ريدنس، وهيحصل هوتنس وسويلنج، هيحصل بين طبعا، ولوس اوف فانكشن في بعض الاورجنز. هيحصل فازو دايلاتيشن، المديتورز اللي بتعمل فازو دايلاتيشن، بروستاجلاند وان او،
البديترز بتعمل بتزود البريميابيليتي، هم الهيستامين والسيروتونين والبراديكينين. المديترز بتعمل كيبوتاكسيس طبعا، الكومبلمنت 5 والليكوترينز والانترلوكينز 8. الحاجات اللي بتعمل فيفر الانترلوكينز 1 وانترلوكين 6 والبروستاجلاند، بين البراديكينين والبروستاجلاند طبعا. اللي بتعمل تيشو دامج نيتروفيل ماكروفيج ولايسوزومال انزيمز. اخر حاجه اتكلمنا عن الفيت، قلنا يا اما يخف ريزولوشن يا اما ينتقل لوكال يعني الاورجانز اللي جنبه، من خلال ان هو هيعدي الفايبرين بارير. تاني حاجه ان هو هيعبر الناتشورال باسج، من خلال الناتشورال باسج زي المريء زي الشعب البرونكاي عفوا، زي اليوريتر مثلا الحالب. هينتقل من خلال الليمفاتيك فيزلز. طبعا احنا بنرمي بقايا الانفكشن في الليمف فيزلز، فيحصل التهاب في الليمف نودز، فاحنا بنسمي الموضوع ده ليمفادينايتس. ويمكن يحصل في الليمف فيزلز نفسها انفلاميشن اسمها ليمفانجايتس. قلنا يمكن ينتقل من خلال البلد، لو بكتيريا في البلد اسمها بكتيريميا، لو بكتيريا وتوكسنز في البلد اسمها سيبتيزيميا، لو جلطات ملوثة في البلد اسمها بايميا. يمكن اخر حاجة الاكيوت انفلاميشن تقلب بكرونيك انفلاميشن لو ما تعالجتش، وتفضل معاك شهور ان لم يكن سنين. بس كده الحمد لله خلصنا محاضرة الاكيوت انفلاميشن. بس اتمنى ما تكونوش زهقتوا مني، واتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.